تدريج الوضع الكامل ترى هذا كذا خالي انا هنا يقول بدي حجاز بضربة عصا خلاني فوق اضرب بالقاع يلا صدق واخر شيء يقول مقلب خلاص يجي مقلب يلا اعطونا هواء تتكلم بدون هواء تكلم روح خذ راحتك تمشي فهد والله ما يصير اقسم بالله خلاص ما ودنا نتكلم فيه غير الموضوع خلاص الله لا يا شباب الموضوع لا تحطونه باكبر حجمكم بالبث غيروا الموضوع مره يلا يلا ادخلوا الواحد يمسك نفسه احنا بس نعرف هل هو مقلب ولا لا يا رجال ولا تسولف لا مقلب ولا هو الاداره بتحله ابدا هم مقلب والله ما يروح وش غيروا مكانكم لعن خمسنا بالله تعالى ما يندينا خلص البث ما يندينا خلينا نتكلم تعال مشينا خلينا نجلس هناك مشينا طبعا طبعا يا اخواني ما في احد معصوم من الخطا كلكم انا اختم صح ولا لا وشوف اللي يجيك يقول مدك ما في اخواني تهاوشوا من البيت هذا كذب طبعا هذا مستحيل يجيك يقول مدك احنا ما نتهاوش كل ابونا نتهاوش في البيت وكل ابونا تصير بيننا مشاكل لكن هذه مشاكل ما في احد على قولتهم معصوم من الخطا كل ابونا نختي يا اخواني لكن الرجال الكفو على قولتهم وانتم كل ابوكم كفو ولا فيكم ردي زين هو اللي يمسك اعصابه في وقت هذه الامور هذا الرجال لكم صحيح أيه. اما اذا صار اي موضوع طار وعصب وضرب خلاص كل بي على قولتهم يقول انا يا اخي انا عصبي لا مو بصحيح كل ابونا كل رجال على قولتهم ما يرضى احد يتكلم عليه ولا هي بقوه اذا تسمح لي يا فهد بس خلينا نتكلم سواء كان مقلب ولا جد قال رايد الظاهر بقول شيء في خاطري يا شباب تكفون تونا في اول يوم اللي في خاطره شيء او كل شوي يذب نظره غمزه شبه حد يتكلم يطقطق عليه ولا انه يضحك ليت انه ياجلها لبعدين يعني ما هو الوقت ما هو وقت ضرر احسنت في اكثر من مره يا نوار اذا تسمح في اكثر من مره يصير نقاش ما كان ودي اقوله يعني على الهواء لكن عشان الناس تعرف في اكثر مره يصير نقاش 16 واحد يرد صح واحد يغلط 2000 واحد يتكلم ما يحتاج واحد يتكلم ينوب عن الجميع صحيح فاللي في خاطره شيء يا ليت انه تحت الهواء يتكلم يقول كذا كذا انت تزعلك كلمه قل هذه الكلمه تزعلني انت تصرف يزعلك قل هذا التصرف يزعلني احسنت قبل الهواء كنا داخلين بالباص كل واحد قال انا اسمي كذا لا احد ينطقه كذا ليش لانه ما يبغى ان اسمه ينطق بشكل خطا انا فيني العاده هذه لا احد ينغزني لا احد يذب علي الكلمه هذه فاللي انت ما ترضى على الناس لا ترضى على نفسك صحيح لا تحط تكفون يعني فيكم فيكم يعني طناخه فيكم هياط وطقاق خلوا بعد 90 يوم خلونا نمشي بس بيض الله وجهك بيض الله وجهك يا ابو كلهم اخواننا كلهم يا الربع اخواننا وكلامك على متهم والله العظيم منه درر اخواننا ذولي ومنا وفينا لكن زي ما تقول ايش حصل سوء فهم هو سوء فهم انا داري النفوس ان شاء الله انها طيبه باذن الله بين اخوانا كلها طيبه تصير بين الاخوان نعم بين الاخوان اذا اخوان من ام وابو يصير بينهم زي كذا فما بالك بيننا يعني اللهم لك الحمد المشكله بسيطه لا احد يكبرها ولا شيء باذن الله بتلحق احد عنده زي عشان لا توصل مواصيل يا فهد تفضل زيد ولا انت بهند بس الشباب غير ذا كله زي ما قال تركي وغير ذا نعين بعض نساعد بعض واحد اخطر رده نصل مو نجلس نستغل الوضع بضحك وطقطقه والشيء الثاني اسلم خليني اعلمك يا ابو تهديت عليك اذا في خاطري على ماجد شيء ايوه تعال الشيء هذا بيوصلني اني اتماسك انا وياه وانت لا اجي علمه تحت الهواء امسك يا ماجد كيت وكيت 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 انا بوجهه منك خلص امورك على جنب صحيح احسن نحن نتماسك ولا يجي شيء ما هو كويس غير كذا بالضبط لا اهم شيء غير كذا انت جاي الحين تحط شيء ايجابي ما له داعي هالسلبيه يعني الناس نظرتك لها نظرتك نظره الناس حتى لو كان مزح حتى لو كان مزح بعض الناس تفكر انه جد منهم الناس انهم ضاره كل ابوهم ما بقلوبهم على بعض ترى غير صحيح الناس يجبرونك بالملايين الناس يجبرونك ما بيتعدى عليك انوار اليوم اللي يشوفونكم ملايين من عادات وثقافات مختلفة من السعودية من الخليج من الوطن العربي فأنت المزح ممكن احنا في السعودية نشوف مثلا جزئية معينة في المزح عادي الخليج يشوفونه لا البقية يشوفونه لا فعشان كذا انت لازم تشوف نفسك كيف الناس تشوفك ما تطلع كلنا فينا نقص ولا ما حطالع بالشكل المثالي اليوم هذا برنامج حياتك انت تعيش حياتك بواقعية لكن ما ودنا بالشيء انه يصير تعتبر زيادة ومهما صار بيننا من كلام سواء فوق على الهواء ولا تحت الهواء ان اخوان ولازم ان نطلع شيء
في ذا النسخه العالم تكلم فيه قبلنا وعقبنا بالضبط بدل واحد الحين. انا اضيف على اخوي انور انه قبل شوي كنا نتكلم مع الدكتور يقول ضع بصمه زين ما بتضيع بصمه مهما كان مثل كذا بالضبط. احنا جينا على قولتهم اول شيء نصنع البسمه على وجوه المشاهدين ونقدم كل ما لدينا صح ولا لا؟ ما جينا نقدم هواش ولا لا؟ شيء ايجابي. احنا بقى اخوان مثلا انت اخطيت على الهواء صحيح ما امسك يا فهد انت اخوي سويت الحركه هذه حاول تعدلها صحيح. نبقى اخوان نعدل بعض على الهواء صحيح. واحد ياخذ نعدل على مو شرط قدام بعد الهواء اخر الوقت بعد صلاه الفجر علموا على الهواء تعلمه في بعضهم يزعل صح. انت تحبني وتبي لي الخير وشفت مني خطا تعالي تحت الهواء قل فهد ترى سويت كذا كذا ولا جيت انا ما اعرف اسمي صح بعض ما حد يشيل في خاطره اليوم وش مستواك نازل ارسل في بعض يحسب انك وقت الهواء وهو يقول لك انكم اثنين لا يا عمي تابعونك مثل فهد جيتك لا تنام عندي بالغرفه تراك تشخر لا تزعجني بالغرفه جيت على بعد هناك عندنا والله انا صراحه كنت راقد والله ما ادري عنه وش عمو عموما يا ابو لا 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 ترى كنا ننزل حلو كان في النهايه فهد في النهايه نتعاون مع بعض الحين في النهايه جينا مثل ما قلنا نسخه راح نجملها باذن الله يد واحده لان هذا الشيء ما راح سم طبعا الاعتذار يفضل ان يكون في اول غلط يعني لا تقول مثلا بمشي له هذه مره وانت زعلان عليه حتى لو دبيت عليه دبه وانت ما كنت متقصد اي لان تزود عندك تزود بيجي يوم تنفجر صح. وبتنفجر انفجار مو طبيعي فعشان كذا ابد حنا اخوان صح. امسكوا على جنب زي ما قال تحت الهواء وقول له اللي بخاطر كله عشان تصافي النفوس من اول شيء يا حبيبي والله وتغرب وجاهينا اللي بيقدم ان شاء الله الماده اللي عنده بالضبط. وثاني شيء يصنع البسمه والصوره الزينه اهم شيء يا الربع انك تصنع البسمه على وجه المشاهدين مو بشرط انك تكون شاعر او منشد او مقدم او غيره احنا كل ابونا ما جينا هنا الا بالتعاون ويكون يد واحده بالضبط هذا اهم شيء تبي وجهك ابيض يعني تبي انت شفت على فهد شيء تعال يا اخي قل لي مو بتقولها في الهواء شايفين عليك اشياء جعلني والله في قلت لك الهواء ماني بقول عشان في هواء ما ادري احنا هواء ولا احنا بهواء لكن والله العظيم يا الربع يعني اخوكم كل ابوكم يعلم الله العظيم اني صادق ولا في واحد اغرى من الثاني اي أيوة والله العظيم اني صادق المنظر اللي سواه الشباب ذا كان سواء مزح ولا كان سواء جد فهذا والله العظيم مو بزين اللي جعله يا اخي امك وابوك يا تركي يتابعون صح يفكرون شيء ثاني صح والله مره لان احنا بنطلع بصوره حلوه لان انت تعتبر سفير الاهل ولا مقطوع سفير البيت فهد انت وبندر يعني يعلم الله يعلم الله غير ذا كل في هذا المكان يمثل شريحه معينه ويمثل جماعته وربعه واخوانه واهله بالضبط بالضبط فيعني اكيد العالم ان شاء الله ما راح تفهم هالشيء انه احنا جالسين نقول صوره سيئه بالعكس احنا اخوان والاخوان يصير بينهم اي شيء ويفضل ان ننصح بعض بطريقه بالضبط. انا والله لي على خاطري على واحد في خاطري على شيء بروح اقابله أكلم وان شاء الله اللي صار بين محمد وبين لا ان شاء الله ما يتكرر ويبون انا والله لكن شيء في حزة غضب ساعات انت عند والشيطان يحصل على واحد تهوشه ولا يجي لفظ منه ولا يجي شيء هذه تصير في اليوم يعني وان شاء الله انها ما يتكرر ابو راشد ابو راشد ابشر ابشر لا لا ان شاء الله ترى ترى معناته ذوقك الكلام بس يا شباب خوينا خوينا احمد شباب اسلم اسلم انشرح ضحيت بدمي عشان صوتي صوت والله 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 جاني بوكسن على ما يعد مليون والله العظيم ولا قطع ولا صلى الله عليه وسلم والله العظيم ولا قطع من جيكم من جيكم الازعاج اسلم اسلم صجتونا ولا اقطع هرجكم انا والله اني كنت داخل وكنا مرتبين وكنا مرتبين شيء لكم يعلم الله انه ان شاء الله انه في هدف وكنا قاعدين رتبه داخل فسمعت الصوت والله العظيم اني طلعت منفجع عزتي ذا الهدف صرت اسلم والله كنا صار المسكين ذا الصقري هو اللي تعذب هاي الصقري تعذب يمسك ذا تلقاه قاعد يسوي بروفايل يقول على ذا الطاري ويقول على ذا الطاري على راحته ومن باب